خليني اقف مع نقطه ساره. يمكن يعني من اول ما ابتدينا السادسه الحقيقه واحنا بشكل يومي بنغطي مع حضراتكم بشكل اساسي تمرينه النادي عشان نطمن الفرقه عامله ايه، اخبار الاصابات ايه، المتعافين، الشغل اللي بيشتغل عليه مستر ريني فايلر. لكن الحقيقه في نقطه في غايه الاهميه، الراجل الحقيقه في كل تمرينه بنتكلم فيها غير انه طبعا في اجتماع وفي محاضره وفي كلام مع لعيبه، لكن ليه اجتماعات خاصه مع بعض اللاعبين. يعني في النهارده مثلا بنتكلم على عدد من اللعيبه اللي بيتهيألي انه شغل ريني فايلر معاهم كان حافز كبير جدا. وخدوا بال حضراتكم انه المدير الفني جزء كبير جدا من قيادته لاي فريق جانب نفسي، جانب سايكولوجي، يعني ودي مثلا معروف احنا عنا كمصريين قوي، يعني على مستوى المنتخبات على وجه التحديد معظم البطولات اللي حققها المصريين حققوها مع مديرين فنيين مصريين يسار. كابتن جوهري الله يرحمه وكابتن حسن شحاتة وغيرهم الحقيقة، وحتى على مستوى الأندية كمان الناحية النفسية بالنسبة للاعب المصري مهمة جدا، والراجل شغال في الجزء ده بيتهيألي أنا بكلم بالنتائج بشكل كويس. يعني شفنا الشيخ الحقيقة مركز بشكل كبير وبيقدم مستوى كويس قوي، شفنا كهربا راجع بقوة، شفنا جيرالدو بالمناسبة، وكتير الحقيقة من الناس لما بنيجي نتكلم معاهم شايفين في لعيب عنده إمكانيات كويسة جدا بس لغاية النهاردة ما قدرش يعبر عن نفسه بشكل قوي يسار. فنتمنى أنه ده يبقى فيه طبعا أكيد يبقى فيه إمباكت أو طبعاً إضافة للفريق في الفترة اللي جاية. كل الضيوف اللي كانوا معانا يا أحمد